طيب خاطره ذكرته بهذه الأبيات التي هو يحب سماعها. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم أهل اليتامى عصمة للأرامل، وإذا برسول الله يلتفت إليها بني بني فاطمة. هذا قول عمك يا أبي طالب، لا تقولي ما أحب اليوم أسمع هذا هذه الأبيات، ليش يا أبا؟ قال ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما سمعت فاطمة ذلك من أبيها قالت أبتا علينا نفسك، ليت الموت أعدمني الحياة. خرت على جسد أبيها يا وهي تبكي بكاء شديدا إلى أن أغمي على رسول الله. التفتت الزهرة إلى علي، غمض عيون وشيل وسادة يا أبو حسين، بطل ونين المصطفى خير النبي، غربت عيني يا ابن عمي دس بليده، شوف يدير العين لين ومد رجلي، وجبريل ينعى والفلك متعطل على والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوح. زهراء بطل البواج انشعب قلبي يا حزين، لازم يا بنت اليوم عزك تفقدين، وثوب المصايب عقب عيني بتلبسين، منك كسرون العدا بالباب ضل. خرت على ابوها تصيح بدمع سجا، ان كان ضلعي يكسرون بصاير الباب، وصل وصل كرار بي واص الاصحاب، لا حد علي يجتري يا قرة العين. بينما رسول الله بتلك الحالة نادى عليها، إلي إلي يا فاطمة، أسرها في أذنها سرا، فتبسمت فاطمة ثم أسرها سرا آخر فبكت. ما معنى هذا البكاء والتبسم؟ أما المرة الأولى، أما ما سبب بكائها فقد نعى إليها نفسه، وأما سبب تبسمها فإنه أخبرها بأنها أول أهل بيته لحوقا، أول وحدة تلحق برسول الله. أقول سيدتي يا فاطمة، هل أخبرك رسول الله أنك تلحقي به وأنت صحيحة البدن أو معلولة؟ بينما هم على تلك الحالة، وإذا بطفلين صغيرين جاء يعدوان حتى ارتميا على صدر رسول الله، فتح النبي باعه ضمهما إلى صدره. هذا الحسن مكسور قلبه من يجبره، وهذا الشهيد حسين ياهو اليشم نحرا، وياه عقب عينك حط فوق صدرا. ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك السبط، قالها يا فاطم لجرعت كاس المنية، جيبك يا بنتي لا شقينا علي. وصد للحسن ومدام عب خده
جريه شاف الحزن نحال عظامه وقرح العين كأني به نادى على علي قال له يا علي إلي إلي أدناه منه صار يوصيه ببعض الوصايا أذن أمير المؤمنين في فم رسول الله كلما أوصى رسول الله بوصية سالت دموع أمير المؤمنين على وجنته كل ما أوصى بوصية صار علي يبكي إلى أن وصل إلى حد لا يطاق انفجر علي بالبكاء والعوي تبين أن النبي كان يوصي ببعض الوصايا المتعلقة بفاطمة يا علي يا علي يا علي سوف تخصب حقك من الخلافة أتصبر يا علي يا علي سوف تخصب فاطمة حقها من فداك أتصبر يا علي يا علي يا علي سوف تعصر فاطمة بين الباب والجدار تصبر أو لا يا علي يا علي يا علي سوف تسقط فاطمة جنينها على عتبات باب الدار يا علي ستكسر أضلاع فاطمة يا علي يا علي سوف تلطم فاطمة على عينها أتصبر يا علي أو أوصي عمي العباس بذلك قيدته وصية من أخيه حملته ما ليس في المقدور بينما هم على هذه الحالة وإذا بالباب تطرق قومي فاطمة افتح الباب قد جاء هادم اللذات المفرق بين الجماعات ولن واحد على الباب يتخفى بكلام ينادي أهل بيت النبوة والإمامة بالله ادخلون على المظلل بالغمامة أطلب الرخصة من النبي نور المسلمي صاح النبي قوم يا زهرة وافتح الباب هذا الذي ميهاب من حاجب وبواب يم الحسن هذا المفرق بين الأحباب بس هالله هالله عقاب عين بحسن دخل ملك الموت على رسول الله السلام عليك يا رسول الله وعليك السلام يا ملك الموت أجئت زائرا أو قابضا قال إن شئت زائرا وإن شئت قابضا قال إذن أمهلني حتى ينزل علي جبرائيل أحسن الله لكم العزاء فنزل جبرائيل على رسول الله وهو يقول يا محمد هذه الجنان قد زينت لاستقبال روحك الشريف وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فالتفت رسول الله إلى علي قائلا يا علي ادخل معي في ثوبي فإذا خرجت روحي فامسح بها وجهك أين الصارخون ومحمدة أين الصارخون والسيدة شيعة موالين التفت رسول الله إلى ملك الموت قال يا ملك الموت امضي فيما أمرت به شدد علي وخفف على أمتي شدد علي وخفف على أمتي فصار ملك الموت يقبض روح رسول الله إذا خرجت روح النبي نقف له إجلالا وإعظاما فصار ملك الموت يقبض روح رسول الله هذا وقد عرق جبينه وسكن أنينه وانعطف عرنينه
لحظات، وإذا بعلي قد استل من تحت ثوب رسول الله وهو يدق على صدره ويلطم على رأسه وينادي عظم الله لكم الأجر، فقد مات رسول الله. أين الصارخون ومحمدا؟ أين المنادون ومصيبة؟ تساقط أولاد فاطمة على جسد رسول الله. الزهراء صارت تنادي بأعلى صوتها ومحمدا، وثكلى بعدك يا أبا ما تدفن في دار، ما تدفن في دار، ما تدفن في دار، ما تدفن في، حطه فوق المغتسل واتشعشعت انوار، ما تدفن، حطه فوق المغتسل واتشعشعت انوار، ما تدفن، حطه فوق المغتسل ووجنته تزهيل، يا مغسلين الطاهر طاهر قبل تغسيل، لحد يا دار المصطفى ما اوحشك هالليل، ما اوحشك هالليل بعد النبي يا دار، ما تدفن، مده فوق المغتسل يا ليتني الممدود، مده فوق المغتسل يا ليتني الممدود، فيها القبر والروضة يا ليتني الملحود، وانت ترد للدنيا واصيرن المفقود، وتعود يا بدر الدجى يا الساطع بأنوار، ما تدفن، مثلك ما شفنا ميت ما توتي شعشع نور، مثلك ما شفنا ميت ما توتي شعشع نور، اتشم ريح الجنة من رائحة كافور، لحد يا راية عزي اضحت وهي مكسور، ضليتنا من بعدك يا والدي محتار، ما تود، حطه فوق المغتسل واتشعشعت انوار، ما تدفن، قضى نحبه.